ايه يا عم؟ الحمد لله على السلامه. انا شايف الاصابه وبعلم مصر. ايه الاخبار؟ احكي لي اللي لازم حصل. لازم اعتز بعلم مصر ان ده شرف ووسام على صدري وعلى صدر كل مصر. ابنك النهارده مش جاي معاك ليه؟ لا معايا كلهم معتصمين. معتصمين طيب. الخيمه دي ايوه وكاتب عليها نعم لكل مصري حر اصيل. تمام. ناقص لا لاي فصيل انشق عن مصر والمصريين. تمام. يساوي مصر الدستور اولا. افهم ياه. وكل واحد يفهم زي ما هو عايز يفهمها. اللي عايز يشتم نفسه يشتم نفسه، واللي عايز يقول يا مصري يا حر اهلا وسهلا. ولكن انا بقول افهم ياه. لان اللي هيفهم في البلد دي ممكن يسيبها ويمشي. خدت بالك؟ هيفهم في البلد دي ممكن يسيبها ويمشي. طب اصابه ايدك دي كانت يوم ايه؟ دي كانت يوم الاربع الصبح. بعد ما فضلوا يضربوا فينا طول الليل. تمام. رحت بقول تكلمت واحد من وزير الداخليه، كان خدنا رقمه اللي هو اسمه اعتصم، كلمته. فكلم المجموعه اللي كانت واقفه هنا. اللي هي المؤذيه، المجموعه المؤذيه اللي بتاعت شارع محمد محمود دي. هي المجموعه المؤذيه، لان كان في مجموعه واقفه هنا شفتهم. كان بسم الله ما شاء الله عليهم. عقيد راجل كبير كده محترم. قال انا جاني امر اني وزاره الداخليه تم اقتحامها. فعديت على وزاره الداخليه ما لقيتش في حاجه. فجيت يا ابني احنا واقفين هنا لحمايتكم، وارجو ان انتم ما تتغض يعني ما تحكوش بينا ولا نحسب بينا وبين بعضنا حاجه. ان دل ذلك على شيء ان احنا ناس محترمه ومش بلطجيه زي ما الهمج البلطجيه اللي كان جايبهم الضابط الصايع اللي ما يسواش حاجه ابدا. والله لو انت هشوفك في اي مكان او اعرفك هاكلك بسناني، لان انت لا تمثل وزاره الداخليه ولا تمثل اي شيء من مصر، وانت فعلا انسان مش محترم بالمره. ولو شفتك في اي مكان وعرفتك تستاهل ما يجرى ليك وتستحقه على ما حدث ليك وانت جاي الساعه 10 بالليل او 10 ونص وانت ماشي وماشي جنبك عساكر الامن المركزي وكل من الصف صف عسكري وصف مدني، صف عسكري وصف مدني. دي بدايه ما جم يضربوا وبيضرب شباب واقفه في الصينيه بالطوب، والمدني اللي كان معاهم ماسكين سيوف ويقولوا الفاظ خارجه عن كل قانون وعن كل مله في الدنيا. سجلت تمام. ويقف قعد الضباط بتوعه يعمل الحركات البايخه وهو واقف بالسيف. دي اخلاق مين؟ اخلاق احنا اللي قاعدين هنا؟ الصور اللي قاعده هنا انا هسمعك اكبر بلطجيه في التحرير هنا، هسمعهم لك دلوقتي حالا. يا محمد يا عفاف تعال بسرعه، دولت اكبر بلطجيه موجودين هنا في التحرير. اسمعهم وهم بيتكلموا. شيلهم على الخيمه. خش تعال. اهلا شباب زي الورد وعريس زي الورد. اهلا قولوا واعتصموا بحبل الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ونضف الرجل. صدق الله العظيم. ايمان الى ما ينادي به شهداء ثوره 25 يناير بان زكاه تتجلى الجهل باعلاء كلمه الحق والقضاء على الفساد والفاسدين. ازاي الجهتين ميدان التحرير من اجل التطهير، ونتقدم اليكم بلاد نحن نبات المصري الصغير نحتاج الى ماء طاهر حتى ننمو ونبت، والمقصود بالماء الطاهر هو الامن والامان. نحن نريد العداله الاجتماعيه اولا، ونريد التعليم علشان نحن لم نتعلم بعد النظام السابق. نحن ابناء النيل المصري ولا نسمح لاي احد ان يقترب منه، وهذه رساله لكل العالم. ممنوع الاقتراب من النيل المصري. اطفال النيل المصري، ابناء عبد الناصر الجد نبات 25 يناير. سجل يا تاريخ، اياكم ما الحرفيش، اياكم ما الحرفيش، اياكم ما الحرفيش. ملحوظه هامه للقوات المسلحه والدكتور عصام صرف ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم. حافظوا على هذا الجد، يدور حولنا علامات استفهام كثير ونريد المعرفه. ومن اراد الاستفسار فنرجو الاتصال على الرقم 010-366-8762. النبات المصري الصغير اولاد عبد الناصر الجلي نبات 25 يناير. وحاسدين يا مصر من بعد غياب 30 عام. تحيا مصر ورجال مصر، تحيا مصر ورجال مصر، تحيا مصر ورجال مصر. قول للحكومه كفايه كلام ولد عم حديد. ايوه انا سجلت. لا سجلت كفايه كلام ولد عم حديد. تاني قولوا كفايه كلام ولد عم حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله لا يستعمل الحق. صدق الله العظيم. من النبات المصري الصغير الى الشعب المصري الاصيل. كفايه كلام ولد عم حديد.
تعال من ورا بالبعيد ونسمع الحديث، ايد في ايد مسلم ومسيحي من اهل التشجيع، ونعمل بجد ونبني بحق وحقيقي، سمعنا رسم وكلام بدون تحقيق ولا تخصيص، الكل فكر الكل دكتور ومهندس وشيخ بدون تخصيص ولا تحديد، الكل فكر في نفسه من غير تبديل، ونسينا اصل الفساد بيزيد، كفايه كلام وانت عم حريم، مصر بتنادي الحر من اهل الشهيد، مصر حضاره والمجد وتمجيد، مصر امانه في ايدينا التصعيد، مصر كفايهكم كلام وتهديد وتحريض، لكل مصري من غير تنقيب، كفايه كلام وانت عم حريم، انقذوا الطفل الصغير من التصعيد، وفكوا المصري الشريف من جذع الحديد، توكلوا على الله يا فوضى زاد بسبب حب النفس الشديد، توكلوا على الله الحفيظ المجيد، كفايه كلام وانت عم حريم، كفايه كلام وانت عم حريم.